أكرم حسين سليل عائلة الفلفلي التي تفتخر بأنها من بين المؤسسين القلائل لأولى مكتبات بغداد في ثلاثينات القرن الماضي بسوق السراي القريب من شارع المتنبي، والتي أصبحت اليوم مزار العراقيين الشغوفين بالاطلاع على التاريخ الحديث لبلدهم مصورا، وهو ما دفع أكرم إلى إنشاء أرشيفه الخاص معتمدا على الكتب التراثية والمجلات ومزادات بيع الصور. نتابع. المكتبة كانت من بداية تأسيسها تتم بنشر الصور والكتب التراثية، فعندنا مخزين من الصور أهلنا بعد الاحتلال، بعد الاحتلال الأمريكي أن ننشر هذه الصور، وشفنا الإقبال الشديد عليها من كل فئات المجتمع. طبعا مكتبة حسين الفلفلي مكتبة عريقة قديمة، يعني ماكو واحد اجى سوق السراي، وهي معلم من معالم السراي يعني الثابته، شلون القشله، شلون الاماكن البارزه فيها. فمكتبه تقريبا ماكو مثقف عراقي ما مر عليها المكتبه وما اخذ منها كتب، من زمن المرحوم حسين الفلفلي الى زمن ابنه الله يطيل العافيه والصحه استاذ اكرم ابو ياسر. مكتبة الفلفلي تحتوي على أرشيف من الكتب القديمة، يعني أنا حاليا عندي من الكتب القديمة كتاب لا يوجد في كل مكتبات بغداد عدا مكتبة الفلفلي ومكتبة المتحف العراقي، كتاب مطبع في 1857 يتناول رحلة إلى العراق قام بها فيليكس جونز وغيره، يعني مزود بصور ومزود بخرائط. نحتاج مثل هذا الأرشيف، أرشيف نادر، ويعني كثير من الشباب ما يعرفون الفترة الملكية ونشأة الدولة العراقية والفترة الجمهورية الأولى، فترة الراحل عبد الكريم قاسم وما تلاه، أيضا الراحل عبد السلام محمد عارف، بغض النظر عن اتجاهاتهم يعني، ولكنه يعني أيضا هؤلاء أرشيف تاريخنا هذا. إن العراقيين بعد 2003 حاولوا يشوفون شنو العراق، شنو العهد الملكي مثلا فيصل الأول، غازي، فيصل الثاني وما إلى ذلك. طبعا هو مشكور أستاذ أكرم لأن نشر تقريبا المعلومات النادرة، لأن الصورة هي تاريخ مصور وتاريخ ممكن اي انسان يشوفه. يعني مثلا احنا سمعنا قبل فيصل الثاني خطيبته يمكن التركيه، احنا ما شايفين الصور مالته، واذا به هو ياتي بصور كثيره عنها. الاقبال على الصور اقبال جدا شديد من قبل كل مختلف الاعمار، الاحداث، الشباب، كبار السن، إضافة إلى أنه هذه الصور اعتبرت حاليا خط رجعة للمغتربين الموجودين في الخارج بالنسبة للعراق، وأغلبهم من يجون لبغداد من يشوفون هذه الصور يتمنون أنه يكونون في تلك المناطق اللي هم عاشوا بها طفولتهم وشبابهم.